قبرت. يعني كل الموجودين هيسألوا على اللي اسمه طويل، هو فعلا يعني لازم يتسأل صراحة. هو احنا بنعمل فيلم كوميدي، فحابين ان اسم الفيلم يبقى من السكه دي، فيلم كوميدي، فاسم كوميدي واسم جديد. وهو لو اتفرجت على الفيلم هو بيعبر عن جوه الفيلم جدا، ان الانسان لما بيفكر في بيروح لمستنقع افكاره او الافكار الوحشه بتاعته فبتوديه في حته وحشه. فحابين ان احنا نعمل اسم مختلف وبيعبر عن دراما الفيلم ويبقى طويل، ويعني يبقى ان شاء الله يبقى فاتش يعني في دماغ الناس. قبرت اقوى موقع فني في مصر.